انبثقة العلوم العقلية والفلسفية والطبيعية من رياضيات ومنطق وفلك وطب في إفريقيا مع تأسيس بيت الحكمة على يد إبراهيم الثاني في أواخر العهد الأغلبي. وقد تأسس بيت الحكمة القيرواني لمواكبة الحركة العلمية المزدهرة بدار الخلافة بين اكتساب العلم الإسلامي شخصية متميزة بعد مرحلة التأثر بتقاليد اليونان. وقد انتدب له العلماء المبرزون من الشرق مثل إسحاق بن عمران الطبيب وأبي اليسر إبراهيم الشيباني المعروف بالرياضي، وأنشئت به مكتبة زخرت بنفائس الكتب المجلوبة من بغداد خاصة. وبزوال حكم الأغالبة وظهور الفاطميين تراجع نشاط بيت الحكمة، غير أن نخبة من العلماء انتشروا منه إلى باقي ربوع المغرب والأندلس، وكان لهم بالغ الأثر على النهضة العلمية في قرطبة.